في فيديو النهاردة هنعمل طريقة عمل الكنافة بالكريمة بطريقة جديدة غير اللي اتعودنا عليها. يلا ابدأوا معايا الفيديو، وان شاء الله الفيديو هيعجبكم جدا. حطوا لايك واعملوا معايا اشتراك في القناة، ونقول بسم الله. زي ما شفتوا كده انا عندي ربع كيلو من الكنافة، انا كنت جايبة نص كيلو، عملت ربع بالكريمة بالفراولة هسيبها لكم في صندوق الوصف، والربع التاني هعمله كده ايه بالكريمة. حطيت طبعا الكنافة في الفريزر وبتتفرفت معايا بكل سهولة، هفريها خالص زي ما انتوا شفتوا كده معايا، والتلج بقى مخليها ايه بتتفرفت معايا بكل سهولة. ممكن تضربها في كبة، لو انت عندك كبة اضربها في الكبة، مفيش كبة هتضربيها هي كده مش هتاخد معاكي دقيقتين تلاتة، وكانت بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. هنجهز بقى عندنا ايه تلت كوباية من السمنة، لان ده ربع كيلو بس من الكنافة، ممكن تخليها نص كوباية يعني عشان تكفي كله. لو انت حابة السمنة تكون زيادة شوية، دي تلت كوباية. دهنت الصينية دهنة كويسة من تحت، والصينية حرفها مش عالي زي ما انتوا شايفين كده. انا كده كنت حطيت، بدأت احط الكنافة، نسيت خطوة بقى بتاعت السكر، رجعت الكنافة تاني، هحط لها معلقتين سكر. حطيت معلقة لان مش عارفة اقلب الكنافة كويس في الطبق اللي انا عاملة فيه ده، فهقلب شوية اللي على الوش كده بالايه بالمعلقة السكر، وبعد كده شوية اللي تحت هبحط لهم كمان معلقة، يعني الربع كيلو هتحط عليه معلقتين سكر. السكر اللي انا مستخدماه سكر بودر. هوزع بقى نص كمية الكنافة في ارضية الصينية، وتكونش زيادة شوية عن النص يعني، بحيث ان انا ارفع الكنافة على حراف الصينية كده، عشان لما احط الكريمه بتاعتي ايه ما تنزلش ما تطلعش بره الكنافه. فانا كده هوزعها ورفعت احراف الصينيه بالكده بالكنافه. بعد كده هجيب سمنه سيحتها شويه بقى على النار، وبعد كده هوزعها بالشكل اللي انت شفته ده. هوزعها كده ايه يا دوب هرشرش من السمنه على وش الكنافه بس. الخطوه اللي بعد كده هتبقى ايه مختلفه شويه عندي. حطوا بقى لايك للفيديو وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. طريقه بقى عمل الكريمه طريقه مختلفه شويه. انا جبت معلقه من ما كانش عندي لبن، اقول لكم هي الطريقه سهله وموفره خالص. معلقه من الدقيق، معلقه من دقيق السميد، معلقه من النشا، كلهم معالق كبار، على معلقه من اللبن البودر، معلقه لبن بودر ومعلقه نشا ومعلقه دقيق، وقلبتهم كلهم على كوبايتين من الميه. قلبتهم كويس وحطيتهم على النار، اول ما بدأوا يتكتكوا كده ايه طفيت عليهم النار ونزلتهم، ما سبتهمش يعني ياخدوا وقت كتير على النار، لانها كده كده لسه هتدخل معايا الفرن. الكمية الباقية من الكنافة وزعت بقى طبقة الكريمة، والكمية الباقية من الكنافة حطيت عليها بقية السمنة وفركتها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. يلا بقى حطوا لايك للفيديو، لو لسه ما اشتركتش في القناة يلا اشتركوا معايا عشان يوصلكم كل جديد. هوزع بقى ايه الخليط بتاع الكنافة اللي باقية بالسمنة. شفتوا انا ما استخدمتش سمنة كتير اهو، بس ان شاء الله الطريقة هتعجبكم جدا جدا جدا. خلاص كده وزعنا الخليط، هنسويه بايدينا، والصينية دي مقاسها حوالي 3 سنتي ارتفاع، ما تجيبش 3 سنتي، حوالي 2 سنتي، 2 سنتي ارتفاع. خدت معايا الربع كيلو الكنافة، زبطتها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. بقى الفرن شغال على درجة حرارة 180، هدخلها الفرن. خدت معايا حوالي نص ساعة لحد ما احمرت. بعد كده شغلت الشواية اقل من 5 دقايق على ما زبطت اللون بتاعها، يعني هي لما احمرت من الجناب عملت كده. بعد كده جبت بقى الشربات وهي في الفرن، حطيت كوباية ونص من السكر عليهم، كوباية من المية. شربات الكنافة بيبقى تقيل شوية، بس انا ما بحبوش تقيل تقيل يعني، فزي ما انتم شايفين كده دي الطريقه بتظبط معايا وما بقاش مسكر قوي. كوبايه ونص من السكر، كوبايه ميه، وهندوب الشربات يعني مش لحد ما يدوب قوي. هرفعه على النار وهحط له عصره ليمونه بعد ما يغلي، وكيس فانيليا، وهدي عليه النار 5 دقائق. خلاص كده خلصنا الشربات، والكنافه كانت استوت والشربات برد شويه هدي. وزعت بقى، بتوزعي بقى المكسرات اللي انتي عايزاها. انا كان عندي زبيب بس ومش حابه جوز الهند، فحطيت زبيب بالشكل ده، هوزعه على وشها
اللي مش حابب طبعا بيستغنى عن الحاجات دي. ممكن تعملها سادة خالص، كفاية الحشوة اللي جواها المهلبية او الكريمة اللي عملناها ما حطتش عليها اي سكر علشان الحلويات ما تبقاش مسكرة قوي، وانتوا عارفين ان احنا في رمضان وكده. بعد كده هوزع الشربات هدور كده بقى الصينية لحد ما تشرب الشربات بتاعي كله كده. انا كده يعتبر فاض عندي، ما فاتش شربات كده غير حاجة بسيطة خالص خدت هي المقدار ده، يعتبر مظبوط كده على صينية الكنافة. ده شكلها، ان شاء الله الفيديو يعجبكم. تعالوا بقى يلا كده نطلع حتة، بس هي لسه ساخنة موحوحة يعني ولعة، فمش هتنفع طبعا انها تتاكل دلوقتي كده غير لما تبرد. حتى انت لما تيجي تقطعيها وهي باردة هتطلع معاكي بالخرطة. كنافة مظبوطة والشربات بتاعنا مظبوط، كنافة تحفة. جربوها بقى كده بالكريمة بدقيق السميد وبالدقيق، هتلاقيها معاكي كريمية وطعمها تحفة. زي ما انتوا شايفين كده هي لسه بتدخن، يعني المفروض بتدخن طبعا لسه، يعني المفروض لما تبرد هتطلع الخرطة سليمة معايا. ده كان فيديو النهاردة، بحطوا لايك واعملوا معايا اشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.